الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على بعلبك شرقي لبنان بعد أوامر بإخلاء مناطق في البقاع. الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته ألقت القبض في الآونة الأخيرة على شخص في سوريا مؤكداً أنه عميل لإيران. مصادر طبية تتحدث عن مقتل أكثر من 30 فلسطينياً بهجمات إسرائيلية منفصلة بقطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن تل أبيب حددت بنك أهداف في العراق بسبب استمرار هجمات فصائل إيران. الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تجدد دعوة المجتمع الدولي لإعادة فتح معبر تل كوتشر الحدودي مع العراق. قوات الحكومة السورية تشن هجمات بطائرات مسيرة انتحارية على مواقع لهيئة تحرير الشام الإرهابية بريف إدلب. مصادر طبية تفيد بمقتل 13 شخصاً بهجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة جنوب شرق السودان.